كل الاحوال. النقطه برضو اللي انت كنت بتتكلمي فيها فعلا نقطه في منتهى الاهميه. طبعا اكيد مبروك لمنتخب الجزائر، ومتفق مع نهاوند في كل الكلام اللي اتقال، مفيش حاجه اسمها اهلي وزمالك طالما احنا بنتكلم في نهايه الامر عن منتخب مصر. مصر اللي هي المفروض ان هي فوق الجميع. عايزين نضيف كمان تفصيله بالنسبه لكيروش، يعني رجوعا للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها، انا شخصيا شايف ان انتهت يعني مرحله التجارب يا عم الكباتن. يعني لو قلنا ان اللي فات ده كان كله مرحله جس نبض وتجارب والى اخره، اعتقد ان المرحله دي المفروض ان هي تكون انتهت. احنا داخلين على مرحله الجد، وما نقولش مش مهم لقب بطوله، يعني احنا بنتكلم على امم افريقيا، المهم نوصل لكاس العالم. الاثنين مهمين، بس يعني احنا عايزين ننافس بقوه على اللقب اللي غايب عننا من 2010، ونرجع تاني نقف على منصات التتويج القاريه كما نستحق وكما يستحق منتخبنا. كمان من المهم جدا اننا نكسب الماتش الفاصل رايح جاي، ومش عايزين نروح المونديال ونقول ان احنا رايحين عشان الاداء المشرف. يعني الجمله دي بقت مستفزه جدا، احنا مش عايزين ولا مش اداء مشرف، اللي هو التمثيل المشرف لا يليق بمصر، مش عايزين تمثيل إن اصلا نقول حاجه زي كده، يعني لا تليق بينا ابدا. احنا عايزين يعني ايه جد بقى شويه، عايزين جد الجد ان جيتوا للحق. نرجع ونقول تاني انتهت مرحله التجارب ودخلنا في المرحله الجديه، يا ريت كل لاعب بيتحط فيه مركزه، وكل لاعب على حده اكيد هيدوس ويشتغل معاه زي الفل.